أشوف دوري الحين. يلا بتشوف راح أفوز عليك. ناقص ولا لا؟ خسرتي. فواز أبي أكلمك ضروري. فواز أنا عصام روح غرفتك فوقي. سكر الباب. فواز أنا أدري إن أنت زعلان عشان أنا تأخرت ببيت أهلي. بس صدقني كان في مشكلة بين أمي وبسام من كذي تأخرت ولهيت على الغدا. لا أنت ما لهيتي. أنت ناسية الموعد أساسا. أقول لك ليش نسيتي الموعد؟ لأن أنا مو على بالك أصلا. ولا جيت على بالك أصلا. تدري متى آخر مرة احنا تراينا مع بعض؟ أنا أقول لك متى. يمكن إذا أنا مو غلطان شهر العسل. مرتين ولا ثلاثة تريقنا فيها مع بعض. أصلا ما في ذكريات بيني وبينك، إذا احنا تريقنا ولا تغدينا ولا غيره، لأن احنا مو على بالك، لا أنا ولا ولدك ولا بيتك، أنت كل اهتمامك بالدنيا أمك وأخوك وبيتكم وعائلتكم وأهلك، ترى أهلك أهلي، أقدر أنا أسأل وأسوي نفس الشيء كل يوم، بس ما يصير، أنت عندك بيت، عندك أسرة، مسؤولياتك هذه، بس أنت أصلا احنا مو على بالك. بالله هذه مشكلتك الحين؟ مشكلتك ان انا متعلقه باهلي واحبهم؟ مو هذه مشكلتي اصلا، مشكلتي مو مع اهلك. مشكلتي ان انا مو حاس اني متزوج يا امال. انا حاس ان بروحي، متزوجين بالاسم ولا كنا عندي مره. انا حياتي كلها بروحي قاعد احسها، حتى وانت يمي احس ان انا بروحي، واحنا مع بعض قاعدين نتغدى، وهذا اذا تغدينا مع بعض، وها ونادرا ما يكون بالويكند، لان عاده حضرتك مع امك، مو مع اهلك، مو مع ليتكم، مو مع ولدك، مو مع ريلك. حتى بالغداء اطالع عينك احسك تحسبين الدقائق، تبي تمشين تلحقين على امك، تبي تروحين تقعدين وياها، واذا قعدنا مع بعض يا ماسكه تليفونك، يا تزين مسجات حق امك، حتى اذا سرحتي تسرحين بامك، ما عندك شيء اسمه ريل، انا مو حاسس بوجودك بحياتي اصلا، حتى ولدك قام يكرهك، ما يحبك، تدرين ليش؟ لانه ما يفقدك، ما يحس انك موجوده معاه، الولد يفقد الخدامه ويحبها اكثر منك. إذا أنت ما جابلتي أمي قاعد جابله، وإذا مو أمي مع الخدامة، أنت شنو دورك؟ الله، كل هذا شايله بقلبك علي وعلى أمي؟ ليش؟ شو مسوين فيك؟ أنا قاعد أحاكي منو؟ أنت ما تفهمين؟ قاعد تخلين الحكي مثلك وين تودينه؟ فكري فيه شوية. أنت شو اللي تبي؟ تبيني أقاطع أمي؟ لا أكلمها ولا تكلمني، لا نروح ولا نرجع مع بعض، ترى هذه أمي، جنتي وناري. منو قال قاطعي أهلك؟ منو اللي قال قاطعي اهلك؟ قسمي وقتك، عندك بيت، عندك ريل، عندك ولد، هذه مسؤولياتك، انت مقصره بحق ريلك يا مدام. انت ما تدرين عن ريلك وبيتك، قسمي وقتك، روح حق امك قولها يما انا عندي ريل، انا مقصره معاه، انا مو معطيته حقوقه ولا واجباته. شنو يعني؟ قاعد تهددني؟ امال اذا ما تسنعتي وسمعتي الكلام اللي انا قلته وفكرتي فيه عدل وحطيتيه باذنك ومخك الواحد فينا يروح بطريقه احسن لان انا مليت. يا الله سترك ناطبني بالحوش شرفت كل هذا عند ابوي اي انت ما تدري ايش كثر استانس يوم شافني
ولا الزم علي يتعشى، تعشيت ويت. أنا ماني عارف كرامتك شلون سمحت لك تروح لعنده. أي كرامة؟ في كرامة قدام الأم والأبو؟ إحنا اللي لازم نتنازل لهم، مو هما. لا الظاهر منال فرت مخك عدل علينا. شنو فرت مخك عدل؟ ترى زين من هيئته بادرت، تبي تردنا على بعض؟ المفروض أنت اللي تسوي كذي، أنت الكبير، أنت اللي تحتوينا مو هي، وهم سمعت لها كلمتين ومشت. ما حد طلب منها تبادر تي، أساساً وجودها مو مرغوب فيه عندنا. لا والله مو مرغوب عندك عندي، أنا مرغوب، أنا استانس لما أشوف أختي يايا عندنا هني ومستانسة، وأنا استانس لما أشوفها. خوش حكي. أنا أقول دش شوف أمك اللي قلبها شاب ضوء عليك من طلعت. أنا أقول روح مر على أبوك سير عليه لأنه سأل عنك وايد، ويقول لك إنه مشتاق لك. تفضل. تعال تعال. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال تعال. شو سويت أنا؟ ما سويت شيء. تمريني على شيء ما أنا صاعد فوق. وين ما؟ إيش فيك؟ ما فيني شيء. أنظر ولدي، ولدي اللي بنت إبليس فرت رأسه وركض وراها. ليش إن شاء الله يا أهل أنا تقص علي؟ كسرت الرباطية، رحت حق أبوك شفته. رباطية على أبوي؟ نسيت اللي سواه فينا. يمه حرام عليك، أصلاً استانس يوم شافني. يهلل ويرحب ويلمني. أصلاً والله كسر خاطري يمه. الشاذية كانت موجودة؟ قصدك خالتي جميلة؟ تخلخلت حنوتك، حتى تخلخلت حنوتك، لا تقول عنها خالتي، أنت ما عندك إلا خالة واحدة رحاب وبس، بعد هالنماين تقول عنهم خالتي. موجودة إيه. طبعاً، طبعاً لازم تكون موجودة، إيه تحرس ريلها وحلالها، تخاف أحد يبوقهم، مثل ما باقت ريلي، تخاف إن أحد يبوق ريلها. بس يمه تكفين، أنا تعبان ترى من الصبح بالدوام لي بيت أبوي، خليني أروح أنام ترى. طبعاً ما تخلوني، ليش أتحجى؟ ليش أتحجى؟ لأن ماكو شيء. سكتوني. لأن أنا ماكو شيء. لازم تسكتوني. ليش أتحجى؟ بس لا تقولين شيء عن أبونا ولا تقولين عن الشاذية شيء. الله يحفظكم. ما انت للحين مش متضايقه؟ تعالي تعالي. هسه ما قلتي لخواتك شيء. لا وين يما، ليش اقول لهم هذي اليهال؟ اي يما زين سويتي، لا يخترعون حرام. انا اللي بعرفه الحين، انت ليش خايفه يما؟ ترى في قانون بالديره. اي يما ابوك ما يخاف من شيء. ابوك يخوف. والمشاكل والشر يسرب دمه. اي مو لو انت يخاش الرساله وديناها المخفر كان طلعوا بصمته منها. سمعيني يا يمه، انا هذا مو اسلوبي. انا لا احب المشاكل ولا احب دشه المخافر، بس اذا اضطريت يا يمه بروح وبشتكي عليه وما يرد عني الا المخفر. يا يمه انا الزم ما علي انتم وسلامتكم، ترى انا ما عندي بهالدنيا غيركم يا حبيبتي. ولا احنا عندنا غيرك. بعد عمر بنيتي. زين يما انتي شو تسوين قاعده هني؟ روحي دارك. يما مليت قاعده بروحي بداري، ضيقه. قلت اي افضفض مع امي الجميله الحلوه. فضفضتي يما؟ اي وناس عاد. يلا روحي دارك الحين. يما زين شو رايك نبدل انا وياك، انتي تنامين هناك انا انام هني، اصور ميوزيكلي كلها قاعده اصور بداري. لا بعد بتصورين داري؟ قومي قومي. ميوزيكلي بس يما. يلا يما يلا. فيديو واحد. دارج 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 حبيبتي انتي. حبيبتي انتي. يعني الحين السوالف كلها هذه ما تصير الا بيوم يمعتنا؟ ايش هالحظ بس؟ الحين انتي هذا اللي يهمك؟ سعادتي بالصج سلمان فاتني الاكشن. والله كانت بيدك فرصة كبيرة بس فوتها من ايدك. ريلي وعرفه خداي. فرصة شنو بالله اللي طوفت انا؟ سلمان عادة حكي ما تزعل من كلامي وتمد البوز نفس كل مرة؟ والله ذا كلام بغث بمد البوز، بس اذا كلام ما يغث لا بسمع. قولي ايش عندك؟ اسمعني عيل، بقول لك انا هالحكوتين حطهم بدونك. يا سلمان يا حبيبي، انت لازم ترد علاقتك بابوك وتخليه يحبك ويثق فيك، وساعتها تطلب منه أن يساعدك. شو يساعدني فيه؟ تشتري بيت يا حظي،
تشرب بيتي اللي ما تفتهم، ولا انت حابب الوضع كذي يعني معيشني بهالسجن بغرفه بين اربع طوف؟ لا حبيبي، ترى والله مو عاجبني كلش. وعاد خالتي ما شاء الله عليها نشبتني على روحها ورده، ولا نزلنا تحت تسمعنا حكي مثل السم، وانا شنو ابلع السم وانطم لانها بس خالتي. انت ايش فيش؟ ترى هذه امي. وشو يعني خالتي انا بعد؟ يا سلمان يا حبيبي، يا بعد عمر انت، ترى ابوك ما شاء الله عليه عنده خير وايد، وانت ما تبي منه غير بيت على قدنا. باكر لا يبنى يا هال درزن يا هال، بس ما تقول انت ابي اربع خمس وين بنعيشهم بين اربع طوف؟ ما يصير، ترى ابوك ما عنده غير هالبنيه وفيصل وانت، ترى بيدك فرصه وحاول تفوتها من ايدك. اقول عصومي الحين كل هذا لا سيغيرك؟ ما شاء الله. انزين ما قلت لي اذا كبرت شو ودك تطلع؟ مهندس. شلون؟ مهندس ذكي حفيدي. اكيد بيطلع ذكي، طالع على يده. احنا بالبيت ما عندنا حد غبي الا ولدك هذا، يوم خطب ريمو وبلشنا فيها. حد خلاص يمه الحين ينزل ويسمعك. كاهو نزل شرف. داني داني يا داني داني العصمي. هلا هلا بالعصمي، شلونك؟ شو الاخبار؟ خلي بس المشوار. اي تبي تصير مشهور يبا؟ هذه يبي لها مسؤوليه. ايش فيك؟ روح روح اقعد. هاي يبا بتروح حق خطيبتك؟ اي بابا روح عشان ما تاخر. اثقل شوي، عز نفسك على الناس، ثقل زين. يما انت ايش فيك؟ ليش قاعد تكلميني كذي؟ كل هذا عشان ما عزموك؟ اقول بسام، شفت الكيكه اللي طلبتها؟ ترى وصلت. الحين بروح المطبخ باخذها قبل اطلع، تبون شيء؟ عليكم بالف عافيه، سلمي على ريم وايد، ومره ثانيه راح تنعزمون عندي بالبيت، ايش رايك؟ يا ريت على الاقل تحس يصير بينكم وبينها الفه. يلا انا بروح اخذ الكيكه. بينكم وبينها الفه؟ وانت على طول ها مستعيل؟ تبي الفكه من ولدك رايح حق خطيبتك تقول له؟ وانت ماشي. داني دا داني دا. يلا تبون شيء؟ مشكور يا ولدي. سلامتك دير بالك. يلا مع السلامه. مو قهر؟ مو قهر؟ هذه تاخذ ولدي؟ ولدي هذا الزينة كنا البخت، هذه تاخذه؟ استغفر الله العلي العظيم. أنا وش رايك؟ وايد حلو. تعبتك معي اليوم صح؟ لا عادي، أصلا أنا ما عندي شيء، قلت أتسلم معك. حبيبتي الله لا يحرمني منك يا رب. عمري ولا منك. المهم أنا خل أمشي. وين بتروحين؟ ما رح تتعشين معاي اليوم؟ لا عمري، بس أنا خطيبي شاي، أنا شمال وجودي. أنتي أختي لا تقولين كذي. عمري المهم ترى أنا ما رح أنام إلا لما تدقين تقولي لي أول باول إيش صار، أوكي؟ يلا دير بالك، باي. باي. شلون شلون؟ اهلا هلا بسام. نشينا احلى شيء في سيارته. للحين تسألني هالسؤال يا محمود؟ أنا أدري إن أذيتك وايد وتعبتك معاي، قسيت عليك، بس صدقيني يا نادي، أنا عمري ما حبيت غيرك. أنا عايش أصلاً علشانك،
بس اللي احتاجه فرصه واحده، فرصه عشان اثبت لك انا بعد احبك، وعمري ما حبيت غيرك. انت ريلي وابو بناتي، بس الله يهداك لو تهد هذا الطريق اللي انت ماشي فيه احسن لنا كلنا. انا اوعدك من باكر راح اتغير واثبت لك اني راح اسعدك انت وبناتي. انا اسف اذا مديت يدي عليك، بس انت تدري انا لما اعصب ما احس بنفسي وما اكون بوعي. بس انا احتاج منك فرصه واحده بس. سامحيني حبيبتي، سامحيني. اذا ما سامحك يا محمود اسامح منه؟ اكيد مسامح يا بعد. والله من زارنا. الله يحييك عمي، ما قصرت. الله يحييك وليك. الله يسلمك. خليك يا رب. اي والله شرفت ونورت يا بسام، هذا بيتك، اي وقت تي حياك الله. بدون لا تقولين خالتي، الله يسلمك ما قصرتي. تسلم. اي مسكينه من الصبح حبتنا، بسام بي وبسام بي، بسام بي وبسام بي. ونظفت وسوت ويابت اكل ويابت عصير ويابت حلو. زين ليش كلها؟ تراني مو غريب. اي والله حسبت ولدنا. لا بس بسام الغالي لازم. غالي اكيد، غالي اكيد، غالي اكيد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تعالي حبيبتي قعدي. ريم ابو شنو هذا؟ سلمي زين، قولي شلونك بسام؟ عساك بخير؟ ما علي ما علي عمي، مبين بنتك تستحي وايد خجول. على ما تستحي. بنيتي يا حسرة قلبي، ايش فيها يما؟ امشي امشي امشي، خلينا نشوف اختك. يلا تعالي. ايش فيها اختك؟ يما جسمها وايد حار، اخاف فيها حرارة. ايش فيك ماما؟ بطك عورني. بسم الله عليك، اي فيها حرارة. روحي روحي جيبي لي عباتي وجنطتي. ان شاء الله يما. يما قومي، بسم الله عليك، الحين اوديك الطبيب. حبيبتي يما، من متى فيها كذي؟ ما ادري يما، انا جيت الدار لقيتها كذي. يما بسم الله على بنيتي، تعالي يما تعالي تعالي. هي الجنطه يا رب. اي يما مشكور. بياسه خليك مع اختك، ها؟ شوفي اختك، لبسين حالك يما، لبسين حالك. لبسين حالك، خليك مع اختك يما. ان شاء الله. يما ما تبيني معاكم؟ لا يما خليك مع اختك. واي شيء تبون دقي علي، والباب لا تبطلينه حق احد ولا حد تبطلين له الباب. سمعتي يما؟ ان شاء الله. تعالي امي حبيبتي تعالي، ما فيك الا العافيه، خلينا نروح الطبيب، ما فيك الا العافيه. تعالي ديروا بالك، ها؟ الحين اوديك الطبيب، الحين الطبيب الحين يكشف حبيبتي. انت تعال، ما يخاف ما يخاف، تعال 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 حبيبتي. راسك تعال 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 تعال. ماما صعدي صعدي، thank you.
السلام عليكم. عليكم السلام. ترى ازعاج من صوت التلفزيون، مو قادر انام. زين اعطينا شوية سبحة بس. وخر وخر. يما يعني ليه متى زعلانة مني؟ تكفين ليه متى؟ عبالك بعديها لك بالساحل. تدري ايش كثر احبك وما ارضى على زعلك. ادري. بس من يوم رحت حق ابوك وكسرت كلمتي انت وايد متغير. توبه توبه، ما راح اروح له مره ثانيه، بس خلاص. بعد ما تروح. ما اروح. ما تروح الا بشوري. ما اروح حتى الدوام الا بشورك. ممكن اسامحك. ممكن سبال؟ ماكو. شو بقى؟ ما بقى شيء يما. ازحر ازحر. اسكت ولا كلمة عاد بتابع. حليلهم بين حيل من سجمن ويا بعض. إيه الحمد لله، أنا بعد ما قعدت معه بين إنه ولد ناس وحبيب. الحمد لله لك يا رب. الحمد لله، الله يتمم عليهم يا رب إن شاء الله. يا فقر يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. لا تشوف أمه ذاك اليوم إيش سوت فيني. بس يبا شنو أمه سكت الولد قاعد ورانا، إيش فيك تي النيتي؟ إيش فيك؟ أمه مكتور عليها، بنتك بس خلت تروح تسكن عندهم راح يحبونها، إيش فيك؟ بنتك وايد طيبة. يا رب الله يسمع منك يا رب. ويوفقها إن شاء الله يا رب. يا رب يا رب. سلامات يا اختي ناديه، سلامات. الله يسلمك الله يسلمك. طمنينا بس ان شاء الله زينه ما بيها شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دكتور عطاها دواء وقال ان شاء الله تتحسن هاليومين باذن الله. يلا يلا يلا. تمرون شيء؟ قاصركم شيء؟ مشكور مشكور. العفو الله وياكم. الله مشكور. يحفظ. الله يحفظكم. يلا علي. بسم الله عليك، الحين بتصيرين زينة. تعالي اليوم تنامين عندي. هلا ببنيتي الغالية، نامي عمري انت، نامي ماما، نامي نامي. بسم الله عليك بسم الله عليك ماما بنيتي. بغيتي شيء قولي لي. ها ماما
مو مداومه بعد؟ وانا ايش فيني كل ما يني اي لها؟ يبغاني شكوى. هلا فيصل. هلا عبير، هلا والله. خير، بغيت شيء؟ لا بس كنت اسال عن ناديه، مو مداومه اليوم. ناديه ماخذه اجازه يومين، بنتها مريضه مجابلتها. عسى ما فيها شيء. لا تحاتي، ان شاء الله ما فيها شيء، يومين وتي. بغيت ابلغها شيء مهم؟ لا لا بس كنت اسال عنها. خلاص. هي باكر بتداوم؟ قلت لك يومين. اي صح. بنتي الحلوة آخر العنقود عمري. ما عادي أغيب باكر؟ لا يا يمه، شلون تغيبين باكر؟ أنت غبتي اليوم بعد تغيبين باكر ما يصير، بعدين تطوفك وايد دروس ما تلحقين عليهم. يمه أنا قاعدي عشان باكر ما أروح المدرسة. تدعين شنو ماما؟ أنا أصير مريضة. لا يمه اسم الله عليك، ليش تصيرين مريضة؟ بالعكس انتي لازم تدعين تقولين يا ربي عطني الصحة والعافية عشان أكمل دراستي وأصير عودة وأشتغل ويجيني من الله خير. حاضر، ما راح أقول كذي بعد. بعد عمري بنيتي، بعد عمري الشاطرة. هاج هاج هذي لك ما؟ ها كليها ماما، صغيرونة مثلك. بعد عمري. تعالي تعالي قلبي انتي. استاذ فواز لا تنسى اجتماع اليوم الساعة 3. لا مو ناسي، بس شكلك انتي نسيتي. نسيت شنو؟ نسيتي ان اسمي فواز مو استاذ. بس هذيك المرة نبهتي علي ما اطيح الميانة وانا اتيك بدون القاب لما كنت معصب. ذيك المرة وانا معصب. الحين انا مروق وبكامل قواي العقليه وما فيني شيء، قاعد اقول لك ناديني فواز من غير القاب. اذا كان هالشيء من قلبك ماشي يا فواز. زين انا مو متريق ويوعان، ايش رايك نتغدى مع بعض بالبريك قبل الاجتماع؟ وانا بعد يوعانه ومو متريقه، بس عندي كم شغله اخلصها ونطلع مع بعض. مو مشكله، بس نتغدى هني بمطعم قريب يوم الشركه عشان الاجتماع. طيبة البنية. أقول لك بسام ايش قال أمس عنا عشان إن شاء الله يازلة؟ وايد وايد مدح الأكل وبيتنا وقعدتنا وكل شيء. الحمد لله لك يا رب، الله يرزقكم ان شاء الله ويبعد عنكم العين يا عمرو ويوفقكم يا رب. اي يا رب. اعتذرين امس قاعده انا وابوك وقاعده اقول له بسام وايد طيب ووايد يحبك. اي يمه بسام خوش ريال وصراحه ماكو اطيب من قلبه. الحمد لله لك يا رب. اقول لك اعتذرين والله امس قاعده اقول حق ابوك ما ادري شلون بتطلعين من البيت شي وتخلينا بروحنا. والله يمه لو بيدي كان جبت بسام وعشنا عندكم هني. يه تعالوا حياكم حتى تكونين تحت عيوني والله. اي ما انا عندك شبعت بروح ابدل عشان ما اتاخر عن الجامعه. يلا حبيبتي يلا حافظك الله. الله يوفقك يا عمري، الله يرزقك ان شاء الله. سلام ها راد مبكر اليوم. اي اليوم كان عندي شغل مجمع الوزارات وتوني مخلص. شفت روحي مصدع قلت ارد البيت اريح. ومن شنو مصدع؟ من قرقه بعض الناس عليك امس؟ يما ترى ظالمه بنت الناس وايد. ليتك امس كنتي معاي وشايفتهم شلون حايفين يحاف. ما بقى اللي يحطوني فوق راسهم مساكين. اكيد بيحوفونك حاف. وين بيلاقون نسيب حق بنتهم من بيت الناجي؟ بلوجر ومعروف ومشهور. ولا هي من زينها ولا من حلاها؟ أولاً ريم حلوة ما فيها شيء. ثاني شيء يمه أنت ما تؤمنين بالنصيب؟ إذا الله كاتبنا حق بعض خلاص ما حد يقدر يوقف قدامنا. أنت قاعد تحداني بهالكلام؟
يما ايش فيك؟ كل ما شفتيني مستانس تبين تنرفزيني، رحميني شوي. امال اختك وينها؟ لا مرت ولا دقت. ما ادري. فواز، الساعة واحدة ما راح نتغدى؟ ما شاء الله بسرعة مرة الوقت، ما حسيت فيه. هذه ميزة الشغل، يخلي الواحد ما يحس بالوقت كلش. مساء الخير. مساء النور. شوف أنا مرة هني صدفة، فقلت أمرك وأسوي لك سبرايز وأعزمك على الغداء. هذا إذا قبلت عزيمتي. طبعاً أقبل عزيمتك، عزيمتك ما تنرد أصلاً. إي نسيت أعرفك. هناء سكرتيرتي. أمال زوجتي. ومسام بعد. تشرفنا. أقول فواز. قولي. إذا خلصت شغل خلاص نمشي. نروح نتغدى، أنا ميتة يوم. نمشي. أنا ما صدقت زرتيني المكتب. نقعد نسولف، تباركين المكتب. نردش نضحك. الحلوة اللي قلت لك إياها وما جبتيها. اصحي هنا. اصحي. الريال يحب مرته. شوفي شلون مستانس لما شافها. وطبعا نساج نسى اصلا بيتغدى معك. انتي منو؟ صدق انتي منو؟ انتي ولا شيء، مجرد سكرتيره تافهه يلتفت لها لما تضايق من مرته. اصحي اصحي انا. أنا شكو إذا بنتها مريضة، أفكر فيها وأسأل عنها. مو قلت بتحاشاها وأوخر عنها، بس عبير قالت إنها ماخذة إجازة يومين، يعني المفروض إنها تداوم باكر. أوه إيش فيني أنا أداوم باكر لعقب سنة؟ أنا شكو فيه. قول إبراهيم. خير. سلمان ما بين؟ لا للحين ما بين. أنا وصيت فيصل يجيبه بس ما بينوا. تدرين سلمان غير أخوه، صعب شوي. طالع على أمه الله يصلحها. ما يخالف، دام إنه أخوه وياك أكيد بيك هو. يبا ما ودك تتصل فيهم؟ لا يبا، الأصول هو اللي يتصل فيني مو العكس. ترى ما فيها شيء إذا أنت بادرت، هذا ولدك من دمك ولحمك، وبعدين إذا هو عنيد أنت سايسة. المبادرة تجي منه هو مو مني أنا. أقول منال؟ هلا يبا. قولي لي، شو اللي خلاك تروحين تشوفين إخوانك؟ خل أقول لك. يبا الفراق مثل ما هو مضايقك ترى أنا مضايقني بعد. قعدت أفكر بيني وبين نفسي. وعقبها رحت شاورت أمي وأمي وافقت، الحمد لله عدت على خير. أصيلة يا جميلة، وهذا اللي محببني فيك ومخليني أغدرك. الله يصلح عيالك ويخليك لهم. الله يحفظك. إلا قولي لي وداد شو أخبارها؟ شو قصتك؟ أقول للحين على ينونها ولا عقلت شوي؟
فيك؟ اسال بس اسال اسال. اشتم؟ ايش عليك؟ الوالده تغار؟ اكيد تغار. ما تلقى مثلي؟ قلت لقاكم مثلك؟ اكيد ماكو. هلا. هلا. ام مسوي عشاء وتبي نتعشى معاهم تحت؟ لا 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 لا. من عقب غدا اليوم، الاكل ما ينبغى. واذا سالتني عنك شو اقول لها؟ منو خالتي؟ كلش مهامها وجودي. اذا سالت عني مو عشان سواد عيوني. تبي تسمعني كلمتين مثل السم. هلا حبيبتي، انت ليش تعاندين؟ ليش تحبين تكرهين امي فيك زياده؟ من صدقك سلمان، مو شايفه شلون قاعد تعاملني؟ وهم بعد تسالني هالسؤال؟ انا ابيش تكسبينها يا حبيبتي. وانا ابيك تروح عند ابوك وتكلمه وتقول له ياخذ لنا بيت على قدنا. سلمان حبيبي، انت ما ودك نعيش بروحنا؟ ما ودك نستقل؟ على الاقل نطبخ الاكل اللي احنا نحبه، نطلع ناكل برا وقت ما نشتهي. شلون عايشين هني؟ عايشين تحت المجهر. امك محاسبتنا على الروحه والرده. ترى احنا مو ياهال عندها متزوجين. حتى موضوع الحمال مو راضي يثبت معاي بسبب التوتر والقلق اللي انا عايشه فيه. سلمان، انت ما ودك تكون ابوه؟